في هذا الشارع في وسط مدينة بروكسل، وكأننا في مدينة عربية، في صنعاء أو أي مدينة عربية أخرى. تقريبا 90% من اللوحات تبع المحلات اللي هنا مكتوبة باللغة العربية، وحتى كل الناس تقريبا اللي قاعدين يمشوا هنا عرب يعني. فإن شاء الله بنأخذكم في جولة في أحد المحلات اللي متواجدة في هذا الشارع. واحد من أهم الأسئلة والمشاكل اللي ممكن تواجه الجالية الإسلامية والناس اللي هنا في أوروبا اللي هو اللحم الحلال. من وين يجيبوا اللحم الحلال؟ لأنه ما يتواجد في أي مكان إلا في محلات خاصة. إحنا هنا في واحد من محلات بيع اللحم الحلال المذابح الإسلامية في بروكسل مع أخونا علي. علي من لبنان. من لبنان صحيح. كيف الحال؟ أهلا وسهلا، شرفت شباب. الله يسلمك. طيب الآن اللحم، هل هنا حلال اللي تبيعوه في المحل؟ 100% حلال، 100% إن شاء الله. الناس نعرف إنه في أوروبا الأبقار والدواجن يتم صعقها كهربائيا، أنتوا كيف حلال يعني؟ تذبحوا من أنفسكم؟ لا، مش نحن بنذبح من أنفسنا، من المصلخة. لو طلع قرار إنه بده يصير في صعق بالكهرباء، بس بعد من مضى هذا القرار، يعني هذا القرار نحن بنسمع فيه من 2014-2015 إلى الآن ما في يعني. بعد لحد هلا بعد ما تطبق هذا القرار يعني. في مصالح يعني موجود العالم فيها تقدر تروح وتشوف، وفي فيديوهات موسعة إن شاء الله إنه كل شيء 100% يعني. في مسالخ تبع المحلات المسلمين فقط يذبحوا ذبح إسلامي. صحيح، 100% ومؤكد 100% يعني. 100% أكيد، 100% حلال. ولا نحن عم بيع عدمتنا للناس يعني. طيب في رمضان، خلال أيام رمضان كيف يزداد الطلب هنا؟ أكيد البيع شهر رمضان بيزداد الطلب، بيصير في ضغط على الشارع أكثر، بما أنه هذا الشارع يعني تقريبا كله عربي، بيصير طلب على اللحم، على الحلو، على كل شيء، فبتزيد الأجر لعنا وبصير في ضغط أكثر من الأيام العادية. أنتوا عندكم هنا كل شيء ما شاء الله يعني، كل أنواع اللحوم تقريباً، غنم وبقر، عجل، دجاج، تقريباً كل شيء موجود. والمكان اللي جوا تقطعوا كمان يتوصلكم؟ تقريباً توضيب جوا ومنظبط، وعنا هون الكونتوار بتشوف الزباين بتاخد قدامها، كل شيء فريش قدام العالم. وإيش أكثر جالية عربية موجودة هنا في بروكسل؟ يعني أكثر شيء في اللبنانيين، السوريين، عراقية، مغاربة. مغاربة صحيح. بس نحن تقريبا الزباين اللي عنا لبنانية سورية عراقية الأكثرية. توفيق، شكرا جزيلا، ما نشغلكم أكثر. مرة مزحومين ما شاء الله، والله يرزقكم. الله يبارك فيكم يا رب، شرفتوا والله، نورتوا. توفيق، الله يسلمك.